ده انا ضروري اسالك، يمكن خلال فتره زواجكم توني مر بوعكات صحيه مش سهله يعني، واكيد دور الزوجه هنا كاي زوجه محبه الدعم والوقوف جنب الزوج وكذا. هذه الفتره طلعتوا بها بايش؟ ما كان يستفاد من هذه الدروس سواء فنيا وسواء على المستوى العاطفي بينكما؟ اول شيء صباح الخير لك كريم وعادل وكل اللي بيتابعونا. انا ما كان المفروض اطلع على الهواء فمش عارفه كيف. هو طلب، هو بيحبك كثير. شو غزني يعني. عادل قاعد عم بنكر. شوفي ان شاء الله يا رب هيك الصحه تكون على الجميع، وواحد ما بيقدر الصحه غير لما يمرق بظرف صحي. يمكن عادل كمان انت عارف هذا الموضوع. الحمد لله على سلامه. الله يسلمك يا رب. انا وتوني تزوجنا وكان في هاي الصعوبات، يمكن صار حتى استضافاتنا لما نحكي عن الفن والاعلام جزء منها صار لا يتجزا الحديث عن تجربه المرض. وانا بعتبرها انه ما في بالحياه صدف، يعني حتى المرض مش صدفة. طلعنا ناس عندنا إيمان أكثر أقوى. يمكن ما كنا إناء فارغ يعني. اليوم إحنا وين ما نكون موجودين أنا بحس إنه في عندي نضج أكثر من عمرنا. يعني إحنا من العشرينات منعاني كنا من مشكلة المرض، ربنا شفطني أول مرة وشفى ثاني مرة. ف يعني موجودين لهدف، بحس صار في معنى، منقدر معنى الحياة أكثر. وأنت يا توني عاطفيا يعني أثرت فيك هذه التجربة كفنان؟ دائما ما يعني إحساسه هو اللي يقوده، يتأثر بما حوله، وانت هذه التجربة شخصية مريت فيها؟ لا، الصعوبات اللي بالحياة عن جد بتخليك تنضج أسرع، وبتخليك تحس قديش انه الإنسان كتير هش. يعني أشياء بسيطة الواحد بيكون حس حاله قوي قوي قوي، وفجأة بيلاقي حاله انه مش قادر يلاقي ولا حلول ولا يسوي شيء. يعني اكيد هي كانت فتره صعبه، ولكن احنا يمكن قاعد نسلط عليها الضوء بانه نعطي انه الامل موجود ونحن نرى الامل في كل مكان.